بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي أولياء الأمور، أهلا ومرحبا بكم على صفحتنا صفحة مذاكر على الفيسبوك. يسعد المسؤولين والعاملين على صفحة مذاكر أن يقدم لكم المناهج الدراسية بطريقة سهلة وبسيطة حتى يتمكن أولياء الأمور من توصيل المعلومة لأبنائهم بطريقة سلسة، متمنين لهم النجاح والتوفيق إن شاء الله. الوحدة الأولى في تاريخ مصرنا الحبيبة بعنوان مصر قبل الإسلام، الدرس الأول فيها بعنوان شخصيات وأحداث من العصر البطلمي. هنوضح لأبنائنا أن مصر احتلت من جميع دول العالم، ولكنها لم تستسلم وظلت تدافع عن حقها في الحرية حتى عاشت مصر حرة مستقلة. أول درس بيتحدث عن العصر البطلمي في مصر. البطالمة من ضمن الناس اللي احتلوا مصر، فالمقصود بالعصر البطلمي هم عصر ملوك البطالمة الذين حكموا مصر بعد وفاة الإسكندر، أو هو عصر خلفاء الإسكندر الأكبر في مصر. نشأت دولة البطالمة بعد وفاة الإسكندر الأكبر، حيث قسمت إمبراطورياته بين قواده، ومن كان من أشهر هؤلاء القواد الملك بطليموس الأول اللي حكم مصر لمدة 38 عام. أما حكم البطالمة فقد استمر لمدة 300 عام. أشهر حكام البطالمة في مصر: واحد، الملك بطليموس الأول أو سوتير أو الذي لقب بالمنقذ، دول كان أول ملوك البطالمة. أما آخرهم فكانت الملكة كليوباترا السابعة. بما تفسر لقب الملك بطليموس الأول بالمنقذ لأنه أنقذ بلاده من صراعات الحكم. نشأ الملك بطليموس الأول في قصر الملك ديليب المقدوني والد الإسكندر، وكان من أشهر قواده وحكم مصر زي ما قلنا لمدة 38 عام، واتخذ من مدينة الإسكندرية عاصمة للبطالمة. أهم أعماله في مصر: واحد، إنشاء دار البحث العلمي حتى يتمكن الطلاب من دراسة العديد من التخصصات. 2، تأسيس مكتبة الإسكندرية لتسهيل البحث العلمي على العلماء. 3، اهتم بالزراعة حيث أدخل الساقية والطنبور في الري وأنشأ كثير من مناحل العسل لتصدير العسل إلى الصين. 2، اهتم بالصناعة وخاصة المنسوجات الكتانية. 3، اهتم بالتجارة حيث أصدر أول عملة معدنية في التاريخ. ثانيا، الملكة كليوباترا السابعة، وهي كانت آخر ملوك البطالمة في مصر. تحالفت الملكة كليوباترا السابعة مع الملك أنطونيوس ضد الملك إكتافيوس في معركة أكتيوم البحرية عام 31 قبل الميلاد، وكان من نتائج هذه المعركة: 1، هزيمة الأسطول المصري. 2، انتحار الملك أنطونيوس نظرا لهزيمته. 3، انتحار الملكة كليوباترا خوفا من وقوعها أسيرة في يد الملك إكتافيوس. 4، أصبحت مصر نهاية الحكم البطلمي لمصر. 5، أصبحت مصر ولاية رومانية بعد ذلك. ما تركه البطالمة من فنون وآثار في مصر: 1، منارة الإسكندرية. 2، معبد دير المدينة. 3، معبد دندرة، معبد إيفو، معابد فيلة. أسباب سقوط دولة البطالمة: ضعفت دولة البطالمة في مصر، وذلك لأسباب، أسباب داخلية وأسباب خارجية. الأسباب الداخلية ومنها ضعف ملوك البطالمة، 2، وخاصة بعد الملك بطليموس الثالث. 2، النزاع بين أفراد البطالمة على الحكم. 3، ثورات المصريين ضد البطالمة. أما الأسباب الخارجية فتتلخص في تدخل روما المباشر في شؤون مصر، وخاصة في عهد الملكة كليوباترا السابعة، مما أدى إلى وقوع مصر تحت الولاية الرومانية بعد معركة أكتيوم البحرية عام 31 قبل الميلاد. ملخص الدرس في صورة أسئلة: بما تفسر تسمية العصر البطلمي بهذا الاسم نسبة إلى الملك بطليموس الأول؟ 2، حرص بطليموس الأول على الانفراد بحكم مصر، وذلك نظرا لثرواتها العظيمة وتاريخها العظيم وموقعها الجغرافي المتميز بين قارات العالم الثلاث. 3، تسمية الملك بطليموس الأول بالمنقذ لأنه أنقذ بلاده الأغريق من صراعات الحكم. 4، انتحار الملكة كليوباترا، وذلك خوفا من أن تقع أسيرة في يد الملك إكتافيوس خاصة بعد هزيمتها هي والملك أنطونيوس. 5، سقوط دولة البطالمة، قلناها لأسباب داخلية وأسباب خارجية. الأسباب الداخلية هي ضعف ملوك البطالمة
نزاع بين أفراد البطالمة على الحكم ثورات المصريين. أما الأسباب الخارجية في تدخل روما المباشر في شؤون مصر الخاصة في عهد الملكة كليوباترا، مما أدى إلى أن أصبحت مصر ولاية رومانية. وبهذا نكون قد انتهينا من شرح درس هذا، وإلى لقاء آخر في درس جديد إن شاء الله. ونتمنى من حضراتكم أن تعملوا لنا لايك أو شير على صفحتنا، صفحة نذاكر على الفيسبوك. وبرضه لو عندكم بعض التعليقات أو الملاحظات يا ريت ترسلوها لنا على نفس الصفحة. وشكرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.